مثل ما عم اقول لك انا مستعد مشي لك المعامله ومستعد جيب لك الرخصه من فوق الاساطيح. إيه الله وايدك، وشو بيطلع علي انا جاهز. شو قصدك؟ يعني شو بدك اتعاب انا جاهز. الله يسامعك، مين حكى بالاتعاب؟ انا رح اخدمك هيك لوجه الله تعالى، لا جزاء ولا شكورة. يعني ببلاش بدون مقابل؟ ومو بس هيك، رح اعطيك مصاري فوق هالشي. شو هالحكي؟ اما هي سمعة، شو انقلبت الآية وصار المواطن هو عم ياخد رشوة من الموظف؟ هلأ انت ليش بتدج الكلام دج؟ اول شي هي اسمها اكرامية مو رشوة. تاني شي انا بدي اطلب منك يعني خدمة صغيرة مقابل هالشي. وشو هالخدمة؟ لعبة صغيرة بدنا نلعبها على المدير، واذا زبطت معك بمشي لك المعاملة وبتاخد يلي فيه النصيب. ايه وبلكي ما زبطت. والله اذا ما زبطت يا دار ما دخلك شر، وكل واحد بيروح بحال سبيله، وهون حفرنا وهون طمرنا. طيب هي الشغلة فيها شي مسؤولية؟ حاكم انا ما بحب نام بين القبورها. لا لا اطمن، ما في شي من هاد، الشغلة بسيطة كتير. طيب فهمني شو الموضوع. راح افهمك ولا يهمك، قوم هلا، قوم لحتى اعطيك الوراق اللازمه وفهمك شو تعمل. قوم شغل. ادخل. استاذ موفق، صاحبنا طالب يقابلك. مين يعني؟ المراجع اللي قلت لك عنه. هذا اكيد مشان المعامله تبعه. اه طيب خليه يدخل بعد دقيقة. حاضر استاذ. العم بقلبه شو بده مني؟ اكيد بده يحاول يرشيك حتى يوقعك بالمصيدة. ايه ما فشلت عينه، شو مفكرنا جدبان قدامه؟ اخي انت ما بدك توصاي، اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيك، يعني دغري بيض عليه وبيعه وطنيات. ولو خايف علي، يعني مستعد بيعه وطنيات من هلا لبكره. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ها الاستاذ سليم هو؟ منين تعرف اسمي؟ ولو استاذ انا ما بعرف بس اسمك، انا بعرف شيء كثير عنك. اها شو قصدك بقى؟ تسمح لي اقعد استاذ؟ اه تفضل تفضل، اهلا وسهلا شريف. شكرا. اذا ما خاب ظني انت كنت عم تراقبني امبارح. انا؟ وليش لحتى راقبك عند المؤاخذه؟ استاذ سليم انت ضليت ماشي وراي لحتى دخلت بمبنى هيئه الرقابه والتفتيش، بقى خلينا نلعب على المكشوف احسن. عفوا يا اخ، انت شو عم تحكي؟ انا ما رح اخذ من وقتكم كثير. شرف استاذ. شو هي؟ هي صوره عن صفقه الانابيب المشبوهه يلي صار فيها لعب بالمواصفات وقبضتوا من وراها 5 ملايين، مظبوط ولا لا؟ وهي كشف بأسماء الأشخاص اللي أعطيتوهم رخص غير نظامية، وفي صور عن كل الموافقات. وهالورقة إلك يا سيد سليم. ورقة شو؟ هالورقة فيها أرقام الفواتير الوهمية يلي صرفتوه على صيانة الآليات، بينما الآليات كلها خربانة وملحوشة بالمرآب، لا صلحتوها ولا بطيخ مبسمير. شرف استاذ. شو هاد؟ هي أسماء الموظفين من أبناء المحافظات البعيدة اللي عم تتستروا على غيابهم مقابل تبرعهم بنص راتبهم،